بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه. وقلنا إن إذ معناها اذكر إذ استسقى موسى لقومه، وإذ هذه وردت في القصة من أولها في عدة آيات: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، أي واذكروا إذ واعدنا موسى أربعين ليلة. واذكروا أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب. واذكروا إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. واذكروا وإذ قلتم: يا موسى لن نصبر على لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كل ذلك إلى أن قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فكل إذ هنا معناها اذكروا هذه النعمة إذ حصل كذا وكذا وكذا. انتهينا إلى لقطة أخرى من لقطات النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حينما كانوا في التيه، وقلنا إن الشمس أحرقتهم فظللنا عليهم الغمام، وعطشوا فاستسقوا موسى. فحين يقول الحق سبحانه: وإذ استسقى موسى، يعني اذكروا يا بني إسرائيل يا معاصرين لخاتم الأنبياء محمد ما حصل من نعم الله عليكم، فيجب أن لا ترفضوا نعمة النعم في استقبال الإيمان بمحمد. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا، طلب السقيا يعني يريد الري بالماء، وإرادة الري بالماء تدل على أن الماء وصل عندهم من الجفاف لدرجة أنه لا يوجد ماء يروى به زرع أو يشرب منه ضر، لأن آخر الأمر أن نستبقي ما نشربه ولم يعد عندنا ما نشربه. فإذا لم يعد عندنا ما نشربه من الجائز أن لا يكون في النهر ماء ولا في العين، ولكن يوجد في البيت ماء قليل كصحيحة مثلا نشرب منها. فإذا ما لم يوجد هذه أبلغ الجدب منتهى. وإذ استسقى موسى لقومه، فاستسقى يعني طلب السقيا. هنا يجب أن نتنبه
إلى أن السقيا لا تطلب إلا حين نستنفذ ما ادخرناه أو ما ادخره الله لنا حتى في الماء المتفجر من الأرض، لأن الماء وهو به الحياة ينزله الله من السماء، ومعنى ينزله من السماء أي صالحا للشرب ولري الزرع وسقي الأنعام، وإلا فأصل الماء من الأرض، أصل الماء من الأرض. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل ثلاثة أرباع مساحتها ماء والربع يابس، لأنه يريد أن يوسع سطح الماء في مخازنه من الماء المالحة، لأن اتساع السطح في الماء يساعد على سرعة التبخر. فإذا جئت أنت بكوب ماء ووضعته في بيتك قد يظل سنة وينقص بمقدار مرور السنة عليه على قدر اتساع سطحه، لكن إذا جئت بالكوب ورششته في حجرة 20 متر مثلا ثم انتظرت 5 دقائق وجدت الماء ده كله اتبخر. إذن فاتساع رقعة الماء هي التي تساعد على البخر. فإن أردت أن تحتفظ بالماء كثيرا من الزمن فاجعل تعرض سطحه للماء قليلا، اجعله في وعاء وهذا الوعاء ضيق العنق وسده، أو إن سبته مفتوح يبقى ضيق العنق، لأنه لن يتبخر منه إلا على قدر اتساع عنقه. إذن فاتساع البحار لاتساع رقعة التبخير ليصعد الماء إلى السماء يحمله الريح ثم يلقح ويجمع ويصير سحابا وبعد ذلك يمطر، فما نأخذه لشرب أنفسنا ولسقي أنعامنا ولري زروعنا نأخذه، وما لم يجري مسارب في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ليذهب إلى مكان لا يمطر، ليذهب إلى مكان. فإذا ما حصل والآبار اللي فيها مسالك الماء تحت الأرض دي لم تعد وجفت يبقى انتهت مصادر الماء على الأرض. فماذا يصنع الناس إذن؟ يرفعون أيديهم إلى ربهم يطلبون السقيا. ولذلك شرع في الإسلام حين تدب الأرض ويمتنع المطر ولا ماء أن يخرج الناس حتى النساء والصبيان والشيوخ ونأخذ مواشينا معنا ونطلع في الخلا وندرع إلى الله أن يمطر لنا الماء. ليه بناخد دول كلهم؟ بنتوسل إلى الله بضعافنا، نتوسل إلى الله بالبهائم الرتع، نتوسل إلى الله بالأطفال الرضع، نتوسل إلى الله بالعاجزين وبالضعفاء ليمطرنا الله. الذين يتشدقون بالعلم يقولون وماذا تجدي هذه الدعوات في نظام كوني رتيب بأن المطر ينزل بنظام كذا وكذا وكذا، فما تصنع الدعوات في هذه؟ نقول لهم تنبهوا يا أيها الأغبياء إلى أن لله قوانين ثابتة وقوانين متغيرة، أما القوانين الثابتة فهي أن الشمس تشرق وأشعتها والمية في البحار وتتبخر، كل دي قوانين إيه؟ ثابتة. والقوانين الثابتة هي التي لا تتغير أبدا، لأن خالقها خلقها على هيئة الثبات والاستقرار. ولكن صحيح لا يمطر إلا إذا كان فيه غيم، وغيم ملقح بالذرات عشان الماء يجي حوالين الذرات، أرسلنا الرياح على واقع، وبعد ذلك يكون ارتفاعه على قدر مخصوص في الجو ليصل إلى منطقة باردة، المنطقة الباردة دي تكثف هذا فينزل إيه؟ مطرا. ذلك هو القانون الثابت.
ولكنه ربط في هذه بمتغير وهو الريح. والريح من الأمور التي تدبر، تأتي ولا تأتي، تهب ولا تهب. فالمدبرات أمر اللي هم ملائكة الأسرار في الكون، لما نستسقي ونضع يوجهون الريح إلى أن يحمل السحاب إلى منطقة عالية باردة فتمطر السماء. إذن فلم يتغير بالضراعة ناموس ثابت، وإنما تغير بالضراعة ناموس متغير، ناموس متغير. ولذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إذا أسقاهم الله ماء غدقا أغير حرارة الشمس؟ لا. أغير سطح الماء الذي يتبخر؟ لا. أغير أن المطر لا ينزل إلا في ارتفاع إلى منطقة باردة؟ لا، ظلت كل هذه. ولكن المتغير من الريح هو الذي يسوقه الله ليرفع السحاب إلى المنطقة التي تنزله مطرا فينزل ذلك المطر. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو كانت بنواميس ثابتة وأمور لم تتغير لكان إسقاء الماء الغدق موجود، استقمنا أو لم نستقم، كما تطلع الشمس استقمنا أو لم نستقم، كما يتبخر سطح البحر استقمنا أو لم نستقم. فيجب عليهم أن يتنبهوا إلى ناموس ثابت وإلى ناموس يتغير. فالذي يتغير إنما هو في المتغيرات. وقلنا إنهم حين ينبئوننا بنزول أمطار في الداخل أو في الساحل يتنبؤون على مقدار ما علموا من اتجاهات الريح، والريح صعبة ولا هبطة، وإذا كانت صعبة صعبة بمقدار إيه، وتصل إلى المنطقة البردة اللي هي سمكها علوها قد كده إمتى، يقوموا يحسبوها. ولكنهم لم يحسبوا أن هبة ريح تأتي على خلاف العادة تغير كل ذلك. إذن فالثابت لم ينفعهم هناك، فلماذا يقيسون هذا الأمر ويصنعون شيئا للمتغير ثم لا يحسبون المتغير مع قدرة الله؟ وإذ استسقى موسى لقوم، استسقى يعني طلب السقي، حتة استسقى تدل على أن هناك مستسقى. طب موسى مستسقي يعني ضارع إلى الله، طب أين المستسقى هنا؟ استسقى موسى مين؟ لازم ربه، لأنه لا يستسقى إلا الله. لما يكون واحد عنده ماء وما عندكش تقول له اسقني، ما تقولوش استسقيك. استسقيك يعني ما تجيش إلا المين دي، يعني أنه لا ماء يا رب في حيازتنا ولا في حيازة أحد، ولا يملك الماء إلا أنت، فنحن نستسقيك. وإذ استسقى موسى أي ربه، لأن الموقف موقف الله هنا، مش عندي ناس جبارين أو حاجزنا أو محتكرين أبدا، إنما ما فيش مية خالص في الأرض، لا أنهار فيها مية ولا أبار بتطلع مية ولا عيون ولا أي حاجة، ولا عدنا محتفظين في قربنا أو في أمتعتنا بشيء أبدا. يبقى لنا ملجأ العفين أنت وحدك. وإذ استسقى موسى إيه لقومه، حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقى ليه؟ لأنهم في وقت الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا المية.
يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو، ده الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه؟ لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، إنما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الماء؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله. وإذ استسقى موسى لقومه، طب قوموا، عندهم تعنت، بيستسقي موسى ربه عشان قوموا، ده قوموا في إذ وإذ 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 كل ديا. الله يريد أن يدلل لنا أنهم تمادوا في نكران الجميل. وموسى أيضا استسقى لهم مع كل ما حدث منهم، استسقى لهم. إذن فالنبوة الرحيمة، ما دام الله قد فتح بابه بالرحمة ووالى إحساسه بالنعمة، أيظن موسى على قومه أن يسأل الله لهم الماء؟ وإذ استسقى موسى لإيه؟ لقومه. هنا القرآن براعته في أن الكلام الذي يفهم بالعقل وتأخذه من السياق لا يتعرض له. كان الأصول وإذ استسقى موسى لقومه فقال يا ربي، مش كده؟ اسق قومي فإنه لا ماء عندهم، مش كده؟ فيجيبه الله، أنا قبلت الدعاء فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. ما حصلش كده كله. أولا حذف المستسقى لأنه معلوم متعين، لأنه لا يستسقى إلا الله، يبقى معنى الكلام وإذ استسقى موسى ربه لإيه؟ لقومه. قال إيه؟ قال يا رب اسقيهم، اتحذف الديه. ولم يأتي إلا فقل نضرب، أي فاستسقى وقال يا رب اسق قومي، فاستجاب له الله فقال له اضرب. كل ده محذوف لأنه إيه؟ معلوم. يبقى القرآن بيدي إيه؟ الحلقات الأساسية، ويترك لذهن المستقبل أن يكون فطنا ليلحم الحلقات. أنا ضربت لكم مثل واضح، حينما أرسل سليمان الهدهد إلى بلقيس، مش قال له خذ الكتاب ده وصله إليهم؟ فلما راح إيه اللي عملوا؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله، إيه الحكاية لسه؟ ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كان الأصول فذهب الهدهد فألقى الكتاب فتسلمته بلقيس فقرأته فقالت لقومها كذا وكذا. إنما شوف السرعة جاية إزاي، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كل الأشياء دي إيه؟ انحذف. يبقى هنا وإذ استسقى موسى من؟ استسقى ربه لقومه، دي معروفة. ماذا قال حين استسقى؟ قال إيه؟ يا رب اسقي، انحذف. وربنا قال له، قال له قد أجبتك إلى هذا فاضرب بعصاك الإيه؟ الحجر. قال طيب اضرب بعصاك الحجر. انظروا، سنة الاستسقاء أن تطلب من الله أن ينزل لك إيه؟ مطرا من السماء. ليه؟ لأن احنا قلنا ما استسقيش وأطلب من الله أنه ينزل مطر إلا إذا كان ما فيش في الأنهار ماء ولا الآبار فيه،
مش كده؟ والعيون جفت. فربنا يقول أنا كنت أقدر أنزل لكم مطر من السماء وأبقى أجبتكم، إنما أنا حجب لكم من جنس ما أجدبتم ومن أقسى ما أجدبتم للحجر تحت رجليكم. يا عظمة، يا عظمة كن، يا عظمة القدرة، اضرب بعصاك الحجر. الله، اضرب بعصاك الحجر. طيب أنا والله بدي أشوف كده، لما نيجي نضرب الحجر بالعصا، بالله إن هو اللي يتأثر، العصا ولا الحجر؟ أكني بس يعني تشويري، أكنها إيه؟ لو كانت حديدة كنا نقول معلش ده هيفلق الحجر ويطلع الينابيع، إنما ده عصا، مفهوم ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول إيه؟ أيا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ طب إزاي يضرب بعصاك الحجر؟ ضرب الحجر ده بالعصا؟ مما يدل على أن العصا رمز فقط للإشارة إلى تفجر بس، وهب أنها حديدة تخرج لها. طب والحجر يبقى فيه مية منين؟ ده ما فيش حاجة في الآبار ولا في أي حاجة. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى أنه كان من الممكن أن ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الإجابة للسقيا، ولكن الله أراد أن يجعلها نعمة مركبة فيعلمهم أنه يستطيع أن يأتي لهم بالماء المخصب من الحجر الصلد، لأن المسألة ليست بالنسبة لله نواميس ولا قوانين، هي بالنسبة لنا نحن نواميس وقوانين، ولكنها بالنسبة لله متعلقات كنا بس. اضرب بعصاك الإيه؟ ولذلك حقيقي في تكملة القصص أو لحمة القصص يقول لك برضو تعنت بني إسرائيل لما طلعت المية، قالوا له الله هب أننا يا موسى في مكان لا حجر فيه. شو التعنت بقى؟ فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما، وحملوا في مخلة وياه. فقالوا هب أن عصاك ضاعت أو لم توجد. فأوحى الله إليه لا ضرورة لأن تستعمل العصا، ولكن كلم الحجر يجيب. فالمسألة مش مسألة عصا بقى، لا عصا ولا حاجة، دي الأسباب البشرية الأولية، الأسباب. وفرق بين الأسباب توجد الأشياء وبين الأسباب توجد معها الأشياء. يعني وجود الأشياء على ميعاد مع السبب، السبب هو اللي ما جابوش، إنما على ميعاد. مريض تردد كثيرا على الأطباء ولم يشفى من مرض، وبعد ذلك حين يجيء موعد الشفاء يروح لطبيب يقوم يكتب له دواء فيطيب. هو ذهابه إلى الطبيب كان على مع ميعاد العافية، ذهابه للطبيب كان مين؟ على ميعاد مع العافية. جاء لك إنسان لتتوسط إليه ابن حجزينه في الاسم، وتعالى طلعه ومش عارف وإيه وإيه، لأن أنا رحت فلان ما لقيتوش، ورحت لفلان ما رضيش، ورحت لفلان، وبعدين يجي لك أنت فتروح بكلمتين كده لا أول النهار ولا آخره، يطلع يقول هو اللي طلع، نقول له لا، هو كان على ميعاد مع الإفراج. فاللي ربنا بده يكرمه يجعله على ميعاد مع مين؟ مع الإفراج. يوم ربنا يجعل له نبيه شان، يقول يا سلام ده مسموع في الكلمة، ده يا سلام ده مش عارف ايه، يا سلام ده مش عارف ايه، مش كده؟ والناس يلحون الطبيب، وإنما خطأ الطبيب إصابة الأقدار، خطأ الطبيب إصابة الأقدار. إذن التمحك بتاعهم، التلكؤ بتاعهم، التعنت بتاعهم كله باين في القصة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. خذوا هنا لقطة تانية، فانفجرت منه 12 عينا من الحجر.
الله 12 ده دل على انهم كانوا عايشين عيش الانعزال، ان كل سبط من الاسباط له قوم زي القبيله كده. فلم يرد الله ان يخلط قوما بقوم، وقد علم كل اناس مشربهم. يبقى كل سبط من الاسباط يروح لمين؟ للمشرب. اتفجرت منه 12 ايه؟ عين. لكل سبط عين. تتفجر من الحجر كده وتنها راحة للسبط ده، لأن لما تتفجر الحجر وحجر يحمل بقى، مدام حمله في الجراب بتاعه وفي المخلة بتاعته، يبقى حجر له حيز محدود. تبقى لما يتفجر منه 12 عين القبيلة كلها تيجي تشرب ازاي؟ يوم يقول لك لا، توزع من المركز في امتداد الأقطار. كل المركز يبقى ضيق، من هنا خارج كام؟ 5 أصابع. هذا المركز اللي خارج منه 5 أصابع يتجمعوا في المكان القليل. كل ما يبعدوا عن المركز يتسع ولا ما يتسعش؟ يبقوا كده، هنا أضيق من هنا، ولما تمد دي كده وكده 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 بقى يبقى أضيق، يبقى يتسع بقى الايه لكل واحد. يبقى النبع في الحجر، والنبع يمتد ماؤه الى الايه الى الاسباط، وكل واحد ايه يشرب. وبعد ذلك بعد ما يخدم حظهم يقول يضرب موسى الحجر فيجف وييبس، يجف وييبس. الله، خدوا من دي ملحظ كمان. الملحظ انهم طلبوا الماء عند الحاجه، ما يقعدش بقى يسر كده علشان ينزل في الرمل بقى كده وبتاع، يقول لك لا خدت حاجتك خلاص. اذن فالحاجات على قدر الضرورات، الحاجات على قدر الضرورات. وكلمة انفجر، قلنا كلمة انفجر ده تدل على يعني تدفق بشدة، لكن انبجس يعني ساعة زي احنا بنقول كده في الريف البتاعنا ندعت بالمية، ندعت انبجس يبقى ندعت بالمية، انما انفجر طلعت ايه. ولذلك انا قلت لكم ان شوقي حينما اراد ان يتكلم على الرسالات التي ارسلها الله لتعلم خلقه منهجه يقول ايه سبحانك اللهم ايه خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، كلام جميل. وابن البتول يعني عيسى فعلم الإنجيل، الدور على من بقى؟ على سيدنا. خد بقى أرسلت بالتوراة، شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدال على العظمة والختام المحمدي. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى البيان وناول التنزيل. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. كلمة انفجرت منه 12 عينة. قالوا بقى ان خدوا بالكم من الدقة دي كمان، ان الحجر له 4 جهات، كلام على الاول. وما دام له 4 جهات قال لك كل جهة تفجر منها كام؟ 3. كل جهة تفجر منها 3، يبقى 3 × 4 كام؟ 12. ده يستلزم ان الحجر يبقى واقف ازاي بالله؟ ازاي يبقى الحجر واقف يعني؟ طب ان كان الحجر كده موضوع على وجهه هيبقى وجه على الارض، وتلاتة هم اللي ايه؟ ها؟ نقوم نقول له يا أخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا 6، يبقوا كام؟ الحجر له كام وجه؟ 6، لأنه له 1 تحت، خلاص كده؟ يبقى المعقول بقى إن ما دام كل حاجة منه إن هو راح ضارب اللي فوق، فاللي فوق دي مكان الضربة، والتفجر جه منين؟ من الجوانب، من ال4 جهات اللي بقى. يبقى كل جهة يبقى كل جهة طلع منها ايه؟ 3. ليه؟
قال لك لأن الضغط بمؤثر يمنع مقابلة المؤثر بالسائل. لما تكون حاجة هنا سائلة وبعدين تضغط عليها كده في حتة كاوتش وفيها شوية حاجة سائلة وتضرب كده يقوم التمزق يجي فين؟ ما يجيش من فوق. طبيعتك تروح جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا. تحت محجوزة بالأرض، تحت إيه؟ محجوزة بالأرض، وفوق مكان الطرد. يبقى منين بقى؟ من الجوانب الأربعة كلهم. خد بقى الدقة تاني، اثنتا عشرة عينة. هنا وقفة صحيح هي وقفة لغوية. الوقفة اللغوية ان احنا نعرف ان العدد، وخصوصا نقولك من ثلاثة العشرة دي للتلامذة بقى وللمعلمين. التلامذة ايه؟ العدد من ثلاثة العشرة يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر، مش كده بيقولوا؟ طيب، سبع ليال وثمانية أيام، احفظوها اهي القاعدة ايه؟ سبع ليالي، ليالي مؤنثة وسبع ما فيهاش ايه؟ تي، وثمانية فيها التاء اهي أيام للمذكر، يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء. فقالوا إن من الثلاثة للعشرة بالعكس، تذكر مع المؤنث وتؤنث، والفجر وليال عشر. ما قالش عشرة لأن ليلة مؤنثة. طيب على الأول، طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح؟ مش كده ولا لا؟ عين مؤنثة. طب مؤنثة إنما اثنين، طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان، لأن المذكر موضوع له إيه؟ اثنان، مش كده؟ والمؤنث كان اثنتان، دي معروفة، وواحد في الأول وواحدة، يبقى الأول والثاني لهم ألفاظ موضوعة لها ولا لا؟ للمذكر واحد وأحد، مش كده؟ وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لإيه؟ للمؤنث. هات من ثلاثة العشرة بقى، أهيدي اللي بتحصل فيها الإيه؟ يوم يلخبطوا التلامذة. يقول لك ايه؟ هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر، فالتلامذة تقعد تتلخبط يعني في العدد دي، يلخبطهم كتير قوي. نقوم نقول له يا شيخ ما انتوا اللي لخبطتوهم، انتوا قلت لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، دي كلام مش عدل، ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. الله، ازاي؟ قال لك يا اخي لا، هي اصل الاعداد، الاعداد دي مش الفاظ لغوية موضوع لها الفاظ ولا لا؟ طب عد كده، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، يعني يبقى العدد موضوع على ايه؟ على انه في تاء، مش تاء تأنيس، ده تاء في بنية اللفظ، ثلاثة هو اسمه كده، وأربعة وخمسة وستة وسبعة، مش هي كانت أصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له تاء التأنيس؟ لا، هي مبنية على ايه؟ لفظ العدد في عمومه، سواء كان المعدود به مذكرا أم مؤنثا، موضوع على التاء، موضوع على التاء. وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء، لما تيجي تستعمله مع الأصل وهو المذكر مش تستعمله على أصله بقى؟ طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل إيه؟ تجيب تاء التأنيس تانية يبقوا تاءين؟ أم قال لك لا، اعمل العلامة بحذف التاء، اعمل العلامة يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، لأن ثلاثة موضوعة في اللغة بتاء، فهي ليست تاء التأنيث وإنما تاء من بنية الكلمة، من بنية، فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الأصل، ولما جيت استعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامة، طب العلامة نجيب تاء تأنيث تاني ثلاثته ما تنفعش، قال لي طب ما تجعل العلامة بالحذف، تجعل العلامة هنا بالإيه؟ بالحذف، يبقى إذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الإيه؟ مع المؤنث، من ثلاثة الإيه؟ من ثلاثة العشرة، وتبقى المسألة خالصة، لما يفهم التلميذ هذه يقوم ما يغلطش فيها أبدا، مش ممكن يغلط فيها أبدا، نقوم نقول له دي التاء صورة بس، إنما العلامة التأنيثية هنا ليست بزيادة تاء ولكن بشيل تاء اللي هي موجودة في أصل بنية الكلمة، لأن الأصل في اللفظ أن يستعمل مع الأصل في المذكر، ولما يجي المؤنث إحنا لما بنقول قام مع المذكر ما بنجيبش تاء، مش كده؟ إنما مع المرأة بنقول إيه؟
قامت. مجتهد ما بنجيبش تيه مش كده، ونقول مجتهد هنجيب ايه؟ فاللفظ استعمل بأصله مع المذكر الأصل، ولما نجي للفرع نجيب له، فإن كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء، إن كان فيه تاء نحذف الايه؟ نحذف الايه؟ التاء. اثنتا عشرة عينة، كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة. سقى القوم دوابهم من العين، يبقى عين ايه؟ الماء مش كده؟ أرسل الأمير عيونه في المدينة، يبقى العين هنا مين؟ اشتريته بعين، يعني مش بفضة، بذهب، يبقى العين مراد به ايه؟ الذهب. خلاص؟ نظر إلي بعينه شزرا، تبقى العين اللي هي ايه؟ الباصرة. الله، إذن كلمة عين بتستعمل في ايه؟ في أشياء متعددة، والقرينة هي التي تعين. إذن اللغة العربية بدها اللي يسمعها يكون عنده ايه؟ يكون عنده استعداد وذوق استنباطي، وذوق يعرف ان دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا. وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة، من ملكته، لا ما كانش فيه نقط للحروف، يعني البيه ما كانش البيه زي التيه زي السي، خلاص، وفي لما تشبكها تبقى زي النون كلها واحدة سنة كده وبتاع، ولا يحطش تحتها نقطة عشان تبقى بيه، ولا فوقها نقطتين تبقى تيه، ولا ثلاثة تبقى ايه سي، ولا نقطتين تحت يبقى ايه ي، ولا نقطة فوق تبقى ايه نون مثلا، ما فيش كلام ده، هي انكتبها كده مسننة وانت، والصاد زي الضاد، والطاء زي الايه، والحاء زي الجيم زي الخاء. الكلام ده النقط ده حصل امتى؟ لما ضعفت الملكة والشكل يكون يشكل الكلمة دي بالضم، ودي ما كانش يشكله الكتاب. إذا أرسل واحد كتابا إلى واحد وشك له يقول ده بيتهمني في ذكائي، فكأن ما فهمش إلا إذا نشكل لي ده، أنا أقراه كده من غير ما يشكل لأن ملكت عربية. ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له، يعني معناه أن البعيد مش هيفهم إلا إذا إيه إلا شكلناها كده، حطنا له شكلة كده ويمكن بلون تاني لون أحمر. إذن فكلمة العين القرينة هي اللي إيه؟ أيوه. جمل واحد لا يحفظ القرآن عشان يستدل على بلاغة العربي وإنه متمكن من اللغة وأنه يستطيع أن يرد الكلمات إلى مطلوباتها من الكاتب بدون أن يكون عنه. فعرضوا مصحف مخطوط من زمان من قبل النقد على واحد اسمه حماد، وقالوا له طب اقرأ لنا ده كده بالملكة كده، وجابوا له آيات فيها لبس، فصحيح ما قرأهاش كما هي إنما لم يبعد عنها، قال عذابي أصيب به من أشاء، هي بالشين إنما مدام ما فيش نقط تتنطق إيه؟ يا بالسين يا بالشين، أم هو يعني ما جابهاش بالشين، قال عذابي أصيب به من أساء. برضو تيجي ولا لا؟ يبقى الملكة إما وقعتش على المطلوب من اللفظ تقع إيه؟ قريب منه. طيب جابوا له صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، الصاد زي الضاد مش كده ولا لا؟ والبيه زي إيه نون تيه سيه مش كده ولا لا؟ والغين تتنطق عين مش كده؟ طب هي كده ما فيهاش نقط أبدا، أم هو مسكها كده قال إيه؟ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، مش هي هي؟ فالملكة العربي إن لم يقع على المراد منها يقع قريبا منها، صحيح المعنى صح مش كده ولا لا؟ إنما التلقي هو اللي مش صح، الرواية هي اللي مش صح مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة عين بقى دي من الايه، من الأشياء. عين لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة، لكن ذكاء القارئ بقى إيه؟ هو اللي يعين الله. ولذلك إيه؟ يقول استعملوا العين مني فهي جارية وقد سمحت بها أيام وصلهم.
العين يعني الجاسوس، وهي جارية يعني عين الله، وقد سمحت بها يعني جد، تبقى عين المراد بها مين؟ الذهب. ولذلك مثلا احنا قلنا مرة ان كلمة النجم اللي في قوله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. النجم دي بتطلق على النجم في السماء مش كده؟ والنجم يطلق على النبات في الأرض اللي نجم كده من الأرض. وانظروا بقى إلى دقة النقلة القرآنية، بيتكلم عن أفلاك علوية الشمس والقمر بإيه، وبعدين هيتكلم عن أرضية، يقوم يجي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم مناسبة للشمس والقمر لأنه يطلق على النجم مين اللي هناك، ويناسب الشجر لأنه يطلق على النبات اللي نبت من الأرض ولا لا؟ تبقى خدمت هنا وخدمت هنا ولا لا؟ ولذلك الشعر العربي يقول إيه، أنا بيقول رحلته إلى المحبوب، أنا ركبت الإيه الجواد بتاعي ومشيت في الطريق، وبقيت أراعي النجم كده عشان النجم يدلني على الإيه، وعلامات وبالنجم هم إيه يهتدون، يدور على النجم عشان يعرف مواقع إيه مواقع المكان اللي هو إيه رايحه. الجواد بتاعه هو اللي راكب همه المكان، والجواد همه انه يلاقي كدية زرع كده يروح ايه يروح وكله من الارض. فبيقول لهم اراعي النجمة في سيري اليكم ويرعاه من البيدة جوادي. وكلمة رعى وارعى برضو قد بعضها ولا لا؟ اراعي يعني انظر، ويرعى يعني يأكل، والنجم هنا بمعنى النبات، والنجم هنا بمعنى الايه اللي في السماء. إذن اثنتا عشرة عينة، ما نقولش بقى عين باصرة ولا عين، نقول عين جارية، عين إيه؟ عين جارية. فانفجرت منه اثنتا عشرة إيه؟ عينا، قد علم كل أناس مشربهم. شبه ساعة يكون الإنسان مضطر ويدعو الله عن اضطرار، لا تشك في أن الله يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بس ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله. ولذلك يجب أن تفهم أن كثيرا من الناس يدعون الله ويقولون لم يجبنا، نقول له أنتم دعوتم عن غير اضطرار. أسأل الله أن يجمعني بكم إلى أن نتم موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.